منهج القرآن رافض لفكرة السند مطلقا. القرآن صريح في سورة الحجرات كما أن ما ذكرته لكم في واقعة نوح وابنه في هذه الواقعة هناك دليل واضح على أن القرآن لا يتبنى السند، وإلا لو كان القرآن يتبنى السند فهل هناك أوثق من نوح في التوثيق؟ ومع ذلك فإن الله حذره أن يكون من الجاهلين ونسب قوله إلى عدم العلم وإلى الجهل فيما يرتبط بابنه. فلا قيمة للسند حتى لو كان في السند نبي، وهذا هو الذي تتحدث عنه سورة الحجرات في الآية السادسة بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فارفضوا النبأ لأن السند فيه فاسق. هذا منطق القرآن، منطق الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني والطوسي والأنصاري من قبلهم، هذا منطق مخالف للقرآن جملة وتفصيلا. القرآن هو الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من أي جهة نتبين؟ من السند؟ ما هو السند فاسق. التبين يكون في المتن، وهذا هو الذي يتحدث عنه آل محمد. أن أعرضوا الحديث على القرآن، أن عودوا إلى معاريض كلامنا، أن عودوا إلى لحن قولنا، أن عودوا إلى الثابت من حديثنا إلى موسوعية في حديث أهل البيت، وهذا هو ميزان أهل البيت في التقييم. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذا هو منهج أهل البيت في التعامل مع الأحاديث. أما منهج الخوئي، منهج حوزة النجف، منهج السيستاني وسائر المراجع، هذا منهج البخاري، منهج الشافعي، هذا منهج النواصب، وهو منهج مخالف للقرآن جملة وتفصيلا. إخبار نوح، نوح النبي، تقييم نوح، نوح النبي، الله رفضه وحذره أن يكون من الجاهلين، من الذين يعتمدون هذا الأسلوب في التقييم، وهو أسلوب الخوئي وأسلوب السيستاني وأسلوب سائر مراجع الشيعة، وعلى ضوئه وضعوا لنا هذا الدين المسخ. ووفقا لهذا يستهزئ الوائلي وأمثاله بأحاديث إمام زماننا، ويسمون هذا علما، ويسمون هذا تحقيقا، ويسمون هذا عقيدة، ويسمون هذا دينا. من أسميه خرط تلوموني حين أقول إن مراجع النجف بخلاف كل الناس، الناس تخرج غازات بطونها من أسافلها، وهم يخرجون لنا غازات بطونهم من أفواههم في تفسيرهم للقرآن. ما هذا الذي يتحدث به الوائلي؟ أليس من هذا القبيل أن يصف حديث صاحب الزمان بأنه حديث عجوز مخرفة؟ ومراجع النجف يؤيدونه
وأنتم تصفقون له وتنشئون الحسينيات والمواكب باسمه، وهؤلاء الكاولية الشعراء والرواديد يمدحونه في قصائدهم ورداتهم، وأنتم تقفون تلطمون لذكره، لا أدري لماذا تلطمون على الوائلي مثلا. من طيحة حظكم طايحين حظ، من طيحة صبغكم هذا هو واقعكم. هذا هو القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قالت الآية فردوه لأن السند ضعيف، قالت فتبينوا. من أي جهة نتبين؟ السند فاسق، ناقل النبأ فاسق، التبين يكون في المتن. وأجهل الناس في تبين متون حديثي أهل البيت هم مراجع النجف وكربلاء، لعدم حفظهم لمتون الأحاديث، لعدم اطلاعهم على ثقافة أهل البيت، لأنهم منذ أول يوم يدخلون فيه إلى الحوزة إلى أن يموتوا لا يراجعون أحاديث أهل البيت إلا بحدود ما يحتاجون إليه في دائرة الفتاوى والأحكام، وحتى هذه الأحاديث لا يأتون بها بشكل كامل، يقطعونها جملا وكلمات، فلا خبرة لهم بحديث أهل البيت إطلاقا، هم جهال جهال جهال، وفوق ذلك هم سفلة سفلة سفلة، لأنهم يقيمون الأحاديث وفقا للنجاشي وأمثاله من أسفل سفلة الشيعة وأحقرهم بحسب قواعد تقييم الرجال عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمنهج الحوزة منهج معارض للقرآن، هذا هو القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تأكدوا من المتن، لا علاقة لكم بالسند، وهذا هو الموجود في أحاديث أهل البيت. أهل البيت قالوا لنا لا تنظروا إلى الراوي، ولكن خذوا الحديث إذا ما شككتم فيه فاعرضوه على قرآننا، قطعا على قرآنهم بتفسيرهم. إذا كنا نعرضه على قرآنهم بتفسير الفخر الرازي ما صار عرضا على القرآن. القرآن قرآن محمد وآل محمد، ولا بد أن يكون التفسير منهم. إذا عرضناه على قرآن بتفسير الفخر الرازي بتفسير سيد قطب صار العرض على الفخر الرازي، وهم ما أمرونا بذلك، أمرونا أن نعرض الحديث إذا شككنا فيه على قرآنهم المفسر بتفسيرهم. ونحن إذا كنا على اطلاع وموسوعية في حديث أهل البيت لا نحتاج أساسا لعرض حديثهم على القرآن. مثلما أقدم لكم الحقائق في إطار لوحة متكاملة ما بين الآيات والزيارات والأدعية والروايات والأحاديث، من دون الحاجة أن نعرض الأحاديث على القرآن، لأن الآيات والأدعية والزيارات والروايات والأحاديث تشكل بناء مرصوصا متكاملا، فلا حاجة للبحث لا في الأسانيد ولا في المصادر ولا في العرض على الكتاب، ولكن إذا شككنا فإننا نعرض على الكتاب المفسر بتفسيرهم
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو التبين. أما الأسانيد فلا قيمة لها. ومن هنا فإن الأئمة ما أمروا أحدا من أصحابهم أن يؤلف في الرجال وأن يصنف في تمييز الرواة. الأئمة أمروا أصحابهم أن يؤلفوا في الحديث، أن يجمعوا الروايات، أن يجمعوا الأخبار. وهذه مكتبتنا الشيعية في زمان الأئمة لا زالت بين أيدينا. القضية واضحة واضحة. أما هذا المنهج الحوزوي فهو قمامة ناصبية في قذارة وأوساخ من نفس مراجع الشيعة وقذاراتهم. هذا هو القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قال القرآن فردوه، قال اذهبوا إلى المتن. القضية واضحة، منطق صريح حكيم معارض بدرجة 100% لمنطق الوائلي والخوئي والنجاشي والسيستاني والبقية. أعود لقراءة ما كتبه الوائلي لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. أعود إلى تفسير الفخر الرازي، هذا هو التفسير الكبير للفخر الرازي، وهذا المجلد 11 الذي يشتمل على الجزئين 21 و22، وهذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية، المكتبة التوفيقية القاهرة مصر، صفحة 162 من الجزء 21. الفخر الرازي ينقل عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، ثناء من الله على نفسه، فمن الكاف وصفه بأنه كاف، بأن الله كاف، ومن الهاء هاد، ومن العين عالم، ومن الصاد صادق، وهكذا. هذا المضمون ذكره الفخر الرازي وهو من أئمة الشافعية ومن النواصب المعروفين. إذا قرأنا تفسيره، تفسير ناصبي، مراجع النجف يصفونه بأنه شيعي، ليس لأن الفخر الرازي شيعي، لأنهم شوافع إن كانوا يعلمون ذلك أو كانوا لا يعلمون، هم شوافع فيجدون ما في تفسير الفخر الرازي هو الأقرب إلى عقولهم، هو الأقرب إلى قلوبهم. الفخر الرازي ناصبي من الطراز الأول وشافعي كبير من أئمة الشوافع. وتفسيره وفقا لمنهج مضاد بدرجة كاملة لمنهج العترة الطاهرة. من هنا
تعتمده حوزة النجف، ومن هنا كل مجالس الخطباء الذين يسيرون على منهج الوائل تؤخذ من هذا التفسير. نقد صريح لبيعة الغدير، وأنتم تصفقون لهم حقي لو مو حقي، أقول لكم ثولان خوثان، طايح حظكم طايح صبغكم لو لا، حقي لو مو حقي. مجالس الوائل من أولها إلى آخرها من هذا الكتاب، ومجالس بقية الخطباء وتفسير الخوئي وتفسير محمد باقر الصدر وتفسير الطباطبائي، هذه التفاسير وسائر التفاسير الأخرى تأخذ أهم المعاني من هذا التفسير من كتاب الفخر الرازي. لكثرة مراودتهم لهذا التفسير بدأوا يستشعرون أن الفكر الشيعي الأصيل هو هذا، هم شوافع بالأصل وتمسكوا بتفسير شافعي. اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، أو أنهم مسخرة يضحك عليهم إبليس وهم يضحكون علينا. على أي حال، نعود إلى تفسير هذا الشافعي الناصبي. فذكر عن ابن عباس من أن كاف هاء ياء عين صاد، الكاف وصف لله كاف، والهاء هاد، والعين عالم، والصاد صادق، وهكذا. وذكر شيئا آخر، أنا لا أريد أن أقرأ كل كلامه، لكن ماذا علق الفخر الرازي على هذه الأقوال؟ قال: وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز. الكلام هو هو الذي قرأته عليكم من كتاب الوائل، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا. لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز، إلى أن يقول: فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. فهذا كل الذي عند الوائل من الهراء يأتي به، إما من هراء الفخر الرازي وإما من هراء الخوي. مجالس الوائل بدرجة 90% أو أكثر من 90% مأخوذة من هذا التفسير، الذي يلفت النظر الفخر الرازي لم يستهزئ بالكلام الذي ذكره ابن عباس أو بأي كلام آخر، وإنما قال الذي قال وسكت.
الوائلي يستهزئ بكلام إمام زماننا على المنابر وفي الكتاب أيضا. حينما أصفه وأصف مراجع النجف بأوصاف قبيحة أو بألفاظ سوقية تقولون ما تقولون عني، ولكن حينما يصف الوائلي وأمثاله ومن ورائه السيستاني يؤيده يصفون صاحب الزمان بهذه الأوصاف القبيحة لا تقولون شيئا. ليش؟ طايحين حظ أو طايحين صبخ. حينما أصف الوائلية بهذه الأوصاف ترفضون ذلك، ولكن الوائلية يصف صاحب الزمان بهذه الأوصاف القبيحة تتوقفون عنده، لأنه أنتم طايحين حظ، طايحين صبغ وهتلية. لو كان عندكم ذرة من الشرف والغيرة لأخذتكم الغيرة على إمام زمانكم. هذا إذا كان عندكم دين. من أين لكم الدين؟ ما هو دينكم؟ دين السيستاني ودين الخوئي، وهذا الدين لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. يستمر الوائلي في السخرية والاستهزاء فيقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي؟ يبدو أن الوائلي لا يعرف بأن الصفصطائي لا تكتب بالصاد وإنما تكتب بالسين، ولكن جاء بها سوقية في كتابه، فالصفصطائي تكتب بالسين صفصطائي وليس صفصطائي. هذه بلهجة وبلغة سوقية. فإما أن يكون مستهزئا وجاء بهذا اللفظ السوقي، وإما أن يكون جاهلا، والذي يغلب على ظني هو يجهل كتابتها بحرف السين. يقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي؟ وهكذا وهكذا، يعني جيءوا بأي ألفاظ أخرى وهكذا. وهذا فعلا ما فعله جمع من أصحاب العمائم وهم يقرؤون في هذا الكتاب في النجف ويعلقون مؤيدين للوائلي. لا أريد أن أذكر الألفاظ التي ذكروها، لكنهم ذكروا أسماء العورات في تفسير كاف هاء ياء عين صاد، ما يرتبط بعورات الرجال والنساء في التعابير السوقية. هذا هو الذي تريده مرجعية السيستاني، وهذا هو الذي ينتجه هذا المنهج الوسخ القذر. يستمر الوائلي في سوء أدبه وقذارته في صفحة 27 إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تفسير صاحب الزمان عبث، وكلامه هو الحكمة والصواب.
نذهب إلى فاصل.